اول ما يوصل الوفد الصيني تسكنيه على طول. اهو بابا اهو شباب. ايه يا عرسان؟ في ايه؟ مالكم؟ الحقنا يا بابا الحقنا. انقذنا يا عمي انقذنا. الحقنا يا انكل. ايه في ايه؟ انقذنا منها يا عمي. مين دي؟ حماتنا المصون. عملت ايه؟ عملت ايه؟ قول ما عملتش فينا ايه يا بابا؟ ده ما بقاش شهر عسل ولا حتى بصل. عسل ايه ده؟ احنا من ساعة ما جينا عايشين في سواد يا عمي. طيب خلاص خلاص. انا هتصرف ما تقلقوش. اتفضلوا يلا انتشروا. يلا. جد هتتصرف؟ قول ولا. ايه الالوان اللي لابسها دي؟ نرجع مرجانا كنا بنقول ايه؟ مش قادر عشان خط. برافو يا امانه برافو بتحكي لي جوزك برافو. انا مبسوطه منك. اهلا اهلا يا دي النور. ازاي ما اخدش خبر وانت هنا؟ جرى ايه يا عم دهب؟ هو انا طالعه رحله لمدينه البط؟ ده انا بقالي يومين هنا كمان. يومين؟ لا ده احنا مقصرين جدا ما عملناش اي واجب. لا ابدا مفيش حاجه. طب يا جماعه انا عازمكم على رحله بحريه على اليخت بتاعي. ايه ميرسي يا انكل. شكلها ان شاء الله هتبقى رحله حلوه جدا. يا ريت يا بابا يا طنطي ده حاجه بص متعه متعه. ويا ترى بقى هنطلعها امتى ان شاء الله؟ دلوقتي هسبقكم انا ومدام نور وانتوا تحصلونا. مدام نور مين؟ أنا؟ آه؟ لا 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 أنا هستنى هاجي مع بناتي إن شاء الله. تعالي هنركب العربية عشان عايزك في موضوع مهم. لا عربية إيه؟ أنا هاجي في اليخت مع بناتي إن شاء الله. يا ستي قومي بس معايا. لا 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 أصل أنا بخاف من البحر. أصل أنا بص أقول لك أنا ما جبتش العوامة وبعدين كل الناس تغطس تقب أنا بغطس ما بطلعش. لا ده أنا هخليكي تقبي على طول. طب تعالي أجيب نظارة البحر يعني. تعالي. طب بنات بنات ما تجيبوش تتاخروش انا هاجي وارجع على طول. ها بنات تعالوا تعالوا معايا. انت اتخطفت ولا ايه؟ احنا هنروح امتى يا جماعه؟ صحيح على فكره انا مش مرتاحه. مش مرتاحه ايه ده؟ احنا ما صدقنا انه خدها ومشيت يا شيخ كريم. يلا بينا نحصلهم. نحصلهم فين؟ ده احنا ما صدقنا خلصنا. اوف. انت بتبص على ايه؟ ما تدور معايا. البنات فين؟ البنات فين؟ مش لاقي. يا شرف يا امانه يا عداله بناتي فين؟ كده كده سايبيني كده؟ ده مقلب بتعملوه فيا كده؟ بتزفلطوني بعيد عنكم؟ طيب ما معلش يا طنط. اصل احنا اكتشفنا ان عداله عندها دور بحر صح؟ لا عداله واحنا في البحر يا حبيبتي. ده انت مواليد البلاج. من امتى جالك دور البحر ده؟ وانا يا ماما جالي صداع فقلت اخش اقعد في الضل. يا حبيبي انا مش قادره. وانا يا ماما عندي جيوب انفيه حتى شوفي. ايوه عدتينا يا حلوه. وانا حماتي بخاف من كلب البحر. وانا الحقيقه نسيت. بقى مالكم النهارده يعني؟ اشمعنى النهارده قلبتوا كلكم كده منتخب المكسحين؟ سيبك منهم. على فكره يا اولاد حماتكم دي ايه؟ طلعت اليخت قبطان غير بقى انها صياده ماهره ما فيش زيها. هتلعب في الاولمبياد. ده اتفقنا برضه بوب. غصب عني يا حبيبي انت ما تعرفش القلب واللي فيه.